مشاهد الاعتداء على المصلين أثناء تأديتهم للصلاة داخل المسجد لم يعد بالأمر الجديد، بل ويتكرر في بلدان عديدة حول العالم. لكن الفارقة هو تكرار هذا الاعتداء المشين خلال شهر رمضان، وربما توافقه مع مناسبات دينية أخرى. سأنقل لكم في هذا الفيديو حادثة مروعة مشينة ندد بها الكثيرين، وهي الاعتداء على شيخ وإمام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي أثناء تأديته لصلاة الفجر. كان يؤم بالمصلين في أثناء صلاة الفجر يوم الأحد الماضي من هذا الأسبوع. تفاصيل الحادثة، أسبابها، من هو المعتدي، ما هي دوافعه، مجريات التحقيق، آخر الأخبار، الوضع الصحي للشيخ، وضع المدينة والجالية المسلمة في تلك الولاية، كل هذه التفاصيل سنغطيها بهذا الفيديو. تابعوا معي حتى النهاية. مسجد عمر بن الخطاب. أهلا بكم. لمن لا يعلم، فقد تعرض شيخ وإمام مسجد عمر بن الخطاب إلى حادثة مروعة أثناء تأديته صلاة الفجر يوم الأحد الماضي من هذا الأسبوع. الشيخ سيد النقيب، مصر الجنسية، عمره 65 عاماً، تعرض إلى الطعن بظهره مرتين عندما كان يؤم المصلين يوم الأحد الماضي، وكان المعتدي يدعى شريف زوربا، تركي الجنسية، كردي من كردستان تركيا. تظاهر شريف زوربا بتأديته لصلاة الفجر مع مجموعة المصلين، والذي يقارب عددهم 200 مصلي تظاهر بتأديته للصلاة. وعند الركعة الأولى، عندما انخفض الجميع ورأسهم على الأرض، توجه مباشرة نحو الإمام ليطعنه مرتين بظهره، وتسبب بجروح عميقة، انتقل على إثرها إلى المستشفى. حالته مستقرة حسب آخر الأخبار، لكن ما زالت الجروح عميقة، وهي حيث استقرت الأداة الحادة في الكبد، وأيضا هناك جروح بالرقبة. سأنقل لكم مشهد الاعتداء وأرجو المعذرة لذلك، لأنه يحتوي على يعني الفعل مشين، والفعل سيكون مزعج للأغلبية، لكن هذا ما تناقلت جميع وسائل التواصل، فسأنقل لكم وحتى تكون الصورة أمامكم واضحة. ومن الجدير بالذكر أن الاعتداء على المساجد والمراكز الإسلامية ليس جديدا في ولاية نيوجيرسي، حيث تم تشويه لفظ الجلالة بإحدى لافتات المراكز الإسلامية كما تشاهدون بهذا الفيديو. فقط لفظ الجلالة تم تشويها، وهو إشارة إلى الكراهية. طبعا تم تشويه لفظ الجلالة بلافتة مركز الدكتور هاني عوض الله الإسلامي من قبل مجهولين، وهذه ليست الحادثة الوحيدة، بل أيضا قبل أسبوعين تم الاعتداء على إحدى المساجد أيضا بنفس الولاية بالحجارة، ضربها بالحجارة. أيضا هناك تزامنات تشير إلى أن هذه الاعتداءات تكون حول أو خلال شهر رمضان لأسباب دينية، ربما بسبب أعياد دينية أخرى، ربما تكون لأسباب شخصية، لكن استبعد الكثيرون أن تكون أسباب شخصية. إلى جانب ذلك، خلونا نتابع هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يتحدث أخ سيد النقيب الذي تعرض إلى الطعن بظهره وصحبه وسلم. في هذا اليوم، صبيحة هذا اليوم الأحد، الساعة 5:30 صباحاً، أقيمت صلاة الجماعة، صلاة الفجر، وتقدم الشيخ سيد لأداء صلاة الفجر في جماعة، ونحن صفوف خلفه. فوجئنا أثناء السجود أن أحد الأشخاص غير معروف
دخل المسجد ووقف في الصفوف وأخرج سكينة وانقض على الناس والناس بيصلوا، فذهب إلى الشيخ سيد وطعنه في ظهره عدة طعنات. طبعا حصل هرج في داخل المسجد، والحقيقة رواد المسجد أبطال ورجال حقيقيون، كلهم هرولوا وراءه ومسكوه عند باب المسجد، واتصلنا بالبوليس، والبوليس أخذه إلى مركز الشرطة، واتصلنا بالإسعاف وأخذت الشيخ سيد إلى المستشفى، والمستشفى قاموا بكل الإجراءات اللازمة، وهو الآن في المستشفى ممنوع الزيارات، ده بناء على كلام الدكاترة، ولكن هم طمأنون على حالته وبيتبعهم حالته أولا بأول. فأنا نبث هذا الكلام للجاليتنا، اطمئنوا، نحن فوق كل هذه التحديات، والمسجد مفتوح، ما فيش مشاكل في المسجد ولا أي شيء، وإن شاء الله ده أمر عابر ولا يتكرر مرة أخرى في المسجد إن شاء الله. وندعو نطلب من الله سبحانه وتعالى ومنكم أن تدعو الله جل وعلا للشيخ سيد بالشفاء العاجل، ويخرج من المستشفى إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Just to reiterate what the Imam Abdul Khaliq said in Arabic, this morning at 5:30 a.m. during the morning prayer, we had an individual who's unknown to the mosque entered during the prayer and attempted to participate in the prayer during the first performance when Imam Sayyid kneeled down. This individual lunged forward and stabbed the Imam at least 2 times in his back. Imam Sayyid is currently at St. Joseph Hospital, and we pray that he makes a quick and full recovery, and hope that you join us in those prayers as well. We believe this is an isolated incident, and that suspect has been apprehended because of the heroic actions of Omar Mosque congregants. They apprehended the individual swiftly and immediately, notwithstanding that he had a knife in his hand, yielding against other congregants. He was apprehended until Patterson Police and Passaic County Sheriff Department showed up and took him into custody. And we understand that he's currently being detained and investigated. We ask you to remain with us in our prayers. And this is, again, an isolated incident. The mosque will continue to operate and be open for all members of our society and congregation. And we will update you with Imam Sayyid's health conditions as we receive them. Currently, there are no visits to the hospital. We ask you to forward all your inquiries and to the mosque, to Imam Khalik and other members of the mosque. Thank you, and please keep us in your prayers. ومن المعروف وحسب التحقيقات بأن المعتدي شريف زوربا كردي من كردستان تركيا، تركي الجنسية، جاء حديثا إلى ولاية نيوجيرسي كلاجئ، وتردد على هذا الجامع عدة مرات، وعن تظاهر بأنه هو من بين المصلين. كاميرات المراقبة رصدت تواجده بمرات مختلفة، لكنه غير معروف في المدينة نفسها، مثل ما معروف أنه هي المدينة تضم عدد كبير من الأكبر جالية مسلمة موجودة في مدينة باترسون، ثالث أكبر مدينة بولاية نيوجيرسي، حيث عدد المسلمين يبلغ تقريباً 30,000 مسلم من أصل مجموع سكان المدينة 150 شخص. إذن جالية لها حضورها ولها تواجدها. أيضاً هناك معلومات حول أن رئيس الشرطة عربي، قاضي القضاة فلسطيني، رئيس البلدية لبناني، يعني رئيس الجالية فلسطيني. هناك حضور للجالية العربية بشكل كبير موجود وملحوظ ومحسوس. إذن الغريب معروف، هذا الشخص يصفوه بالغريب
وجود حديث على المدينة تردد كذا مرة إلى الجامع بحسب كاميرات المراقبة، لكنه ليس من أهل المدينة أو لا أحد يعرفه. وبحسب التحقيقات فقد تم توجيه عقوبة 20 عاماً بالسجن على المدعو شريف زوربا المعتدي على الشيخ وإمام مسجد عمر بن الخطاب سيد النقيب، وذلك بسبب شروعه بالقتل العمد وهي جريمة كبيرة، إضافة إلى جريمة حمله لسلاح لسبب غير قانوني وهي جريمة تكون 5 سنوات عقوبتها، إلى جانب جريمة حيازة سلاح بدون رخصة وهذه عقوبتها 1.5 سنة. يطالب الكثيرين بتجديد الحراسة الأمنية على المراكز الإسلامية أو المساجد لانشغال المصلين بتأدية الصلاة، خصوصا أن أبواب المساجد دائما تكون مفتوحة، وأيضا نددوا بهذه الجرائم البشعة خاصة ما تعرض له الشيخ سيد النقيب من طعن بظهره أثناء تأدية صلاة الفجر، بأنه هو لا ذنب له، ما في أي مبرر لهذه الجريمة البشعة، إضافة إلى تم التنديد بهذه الفعلة لمنع حصول نزعة كراهية أو تمييز بين المسلمين وغيرهم. من خلال اطلاعي على التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، هناك من يتمنى الشفاء للشيخ، وهناك من يرجو له الرحمة وقالوا أنه انتقل إلى رحمة الله. إن شاء الله يكون ما زال حياً، إن شاء الله تكون وضعه مستقر كما هي كانت الأخبار التي نقلت، وما زالت التحقيقات مستمرة طبعاً. وأترككم مع بعض الفيديوهات كالعادة لإشباع القصة. أترككم بأمان الله، وإن شاء الله ما فيه نزعة كراهية، وإن شاء الله يكون الأمان في كل مكان، والله يحفظكم وين ما تكونون. Six, one, two.